السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم السدان علي، شلونكم؟ إن شاء الله خير. اليوم راح أحكيكم على موضوع جدا مهم اللي هو المنحف. وهواي من الأشخاص يردون منحف فعال ما بي مضار. هذا المنحف اللي هو منحف الأورليستات أو ما يسمى الزينيكال، تركيز 120 ميلي جرام. طبعا هواي من عندكم سامع بمنحف الأورليستات ومستخدمه، لكن مستخدم شركات ثانية. أكو شركات أردني وأكو شركات ثانية هم أردني وامتياز ثاني، اللي هو شركة يونايتد وغيرها من الشركات، الحكمة وغيرها من الشركات اللي تحتوي على مادة الأورليستات 120 ميلي جرام، اللي هو نفس المادة الموجودة هنا، لكن هذا الشكل الأصلي من منحف الأورليستات أو ما يسمى الزينيكال. هذا الشكل الأصلي اللي يكون إيطالي، بس اختلاف أنه سعر مال المنتج الإيطالي الأصلي غالي شوية. زين، هسه راح أحكي لكم على استخدامه الزينيكال. الزينيكال طبعا عبارة عن كبسولة وحدة تستخدموها مرة وحدة صباحا وعصرا وليلا، يعني 3 مرات باليوم، كبسولة واحدة 3 مرات باليوم. لكن إذا كان الشخص متناول وجبات دسمة، يعني إذا كان ماكل وجبات دسمة يحتاج ياخذ بيها المنحف، ياخذ مثلا إذا مثلا كلا مرة واحدة وجبة دهنية ياخذ حباية واحدة باليوم بس، ما ياخذ 3 أوقات، فقط إذا كان متناول وجبات دهنية دسمة. زين، ولازم وياه كورس نظام، يعني لازم وياه كورس سعرات حرارية منخفضة، لازم وياه حتى يكون الشغل مالته سريع، ولازم وياه كمية من الماء، يعني تقريبا 2 إلى 3 لترات يوميا. هذا الاستخدام مالته الصحيح. الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالغدة الدرقية، الأشخاص اللي الحامل أو المرضع ما يصون هذا العلاج نهائيا، وخاصة الأشخاص اللي عندهم ضمور بالغدة الدرقية. زين، من تتناول منحف الأورليستات راح يصير عندك نقص ببعض الفيتامينات، فننصح انه يستخدمون وياه مجموعه من الفيتامينات، ملتي فيتامين من اي الى زد كمساعد له. ماشي، الاستخدام مال الأورليستات مثل ما قلت لكم كبسوله 3 مرات باليوم، تمام، او حسب الوجبات اللي تتناولوها دسمه. والاشخاص اللي عندهم امراض ما يصون يم هذا المنحف، هذا المنحف متوفر بعدة الصيدليات وفعال وآمن. أما الاستعمالات البقية اللي شارحها أنا موجودات، طبعا شارح عنا شرح مفصل، وأيضا السايد إفكت والمضار مالته. لا تنسونا باللايك والإكسبلور. تحياتي لكم.